أنا اسمي رحمة سعودية وهذا بيتي. هذه أيضا أم حسن، وقرى كثيرة متنافرة بين جبال وسهول الساحل السعودي على البحر الأحمر، يصعب الوصول إليها إلا لمن أراد أن يشاهد بعينيه نمط الحياة البدائية التي يعيشها سكان هذه المنطقة. لا والله ماني مرتاحة لحالي، هذا الشباب مساكين يروحون في شغلتهم ولا يجينا الواحد إلا بعد وقت. ليس بعيدا عن طريق الساحل الرابط بين مدن مزدهرة وقريبا من مدينة القنفلة، تتوارى خجلا عشرات القرى البدائية خلف جبال وتلال وعرة المسلك، وأحيانا داخل حفر طبيعية كبيرة وكأنها تدس وجهها في التراب حزنا على حظوظ لها في التنمية. تحيط رحمة بيتها العشة بسياج حديدي شائك لا يشيع استخدامه إلا لتسوير حظائر الأغنام، وتصنع لها بابا من قماش في أرض خاوية لا يجاورها فيها إلا برد الشتاء القارس وحرارة الصيف، وحمار تورط في خدمة نقلها إلى أماكن بعيدة عندما يشتد بها المرض أو الجوع. تعيش الكهنتان أم حسن ورحمة وآلاف الأسر السعودية في مناطق فقر تغيب عنها أبسط ضروريات الحياة اليومية، وتعد تحت خط الفقر بأميال عديدة، وفي صحراء لا تجلب سمومها رعاية صحية ولا يدا حكومية تنتشلهم من فقرهم عدا بضع مئات من ريالات صندوق الضمان الاجتماعي يلتهمها الفقر بلمح البصر. تحت خط الفقر تعيش أم حسن وغيرها آلاف ها هنا، مما جعلنا نأتي لتصوير تقرير عن أرض بها فقراء، لكننا انغمسنا بأرض كلها فقر. صوت الخلف العربية من خريص إحدى ضواحي القنفذة.